السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من حديث العرب، واسمحوا لي أن أقدمها نيابة عن زميلي جهاد عدلة، نتمنى له الشفاء والعودة قريبا. وعنوان هذه الحلقة لهذا اليوم: العملية العسكرية التركية في الشمالين السوري والعراقي، بين الأسباب والتداعيات. نرحب بضيوفنا الكرام لهذه الليلة: الأستاذ العقيد الركن الأستاذ حاتم الفلاحي، الباحث في وحدة الدراسات الاستراتيجية للأسام، السلام عليكم. السلام. أيضا نرحب بالدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أيضا نرحب بضيفنا ياسر النجار المختص بالشأن السوري، أستاذ ياسر مرحبا بكم معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. مشاهدينا، نتابع تقريرا عن تطور العمليات العسكرية التركية من القصف بالطائرات إلى اتخاذ قرار تحول العمليات إلى اجتياح بري لشمالي سوريا والعراق، وسنتناول القضية من عدة محاور وزوايا بعد متابعة هذا التقرير. يعاني سكان المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات PKK وPYD المصنفة إرهابياً من انعدام الأمن وتسلط تلك الميليشيات على الأهالي ونهبها خيرات تلك المناطق لتمويل أنشطتها الإرهابية. ففي قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية يواجه السكان أوضاعاً مأساوية للغاية، إذ يسيطر مسلحو ميليشيا PKK المصنفة إرهابياً على كل المؤسسات في القضاء، وسط غياب كل مظاهر الدولة واستمرار الدعم والتنسيق والتمويل بين ميليشيا الحشد وتنظيم PKK وPYD المصنفة إرهابياً، وتغاضي بعض الأوساط الحكومية في العراق. وفي مناطق سيطرة ميليشيات PYD المصنفة إرهابياً في الشمال السوري تتعدد قصص المعاناة من تجنيد الشباب إجبارياً للقتال في صفوف الميليشيات إلى نهب المحاصيل الزراعية المملوكة لسكان هذه المناطق، وصولاً إلى السيطرة على موارد الثروة النفطية ونهبها لتمويل أنشطة التنظيم المسلحة ضد خصومه ولا سيما تركيا. ولقد كان الهجوم الدامي في إسطنبول الأسبوع الماضي دافعاً للحكومة التركية للرد على تنظيم PKK المصنف إرهابياً وفرعه السوري PYD المصنف إرهابياً عبر عملية عسكرية موسعة ضد مواقع التنظيم في شمال كل من العراق وسوريا. العملية العسكرية التركية بدأت قبل أيام بغارات جوية مكثفة طالت مواقع التنظيم في قضاء سنجار وجبال قنديل شمالي العراق، كما طالت مواقع أخرى في الشمال السوري مخلفة عشرات القتلى في صفوف مسلحيه. وبالنظر إلى واقع ضعف النظامين الحاكمين في كل من سوريا والعراق وعجزهما عن تطهير أراضيهما من وجود مثل هذه التنظيمات المصنفة ضمن المنظمات الإرهابية في العديد من دول العالم، فضلا عن تواطؤ هذين النظامين مع هذه التنظيمات لتحقيق مصالح سياسية ضيقة، فإن تركيا لم تجد بدا من اتخاذ القرار بالدفاع عن أمنها القومي والقضاء على ما يهددها من خطر تلك التنظيمات، على الرغم من رفض القوى الدولية لهذه الخطوة. أفرين alındığından itibaren سنهاجم كل المناطق التي يتخذ منها الإرهابيون مقرا لهم، سواء كان ذلك في تركيا أو خارجها، بعبارات حاسمة يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده على مواصلة العملية العسكرية الجوية في شمال كل من العراق وسوريا، رداً على الهجوم الدموي الذي استهدف شارع الاستقلال وسط إسطنبول ملوحاً في الوقت ذاته بتوسيع العمليات بهجوم بري، في الوقت الذي يتكرر فيه تعرض المدن الحدودية التركية لقصف صاروخي من جانب ميليشيا PYD الكردية التابعة لتنظيم PKK المصنف على قوائم التنظيمات الإرهابية في تركيا والعديد من دول العالم. الرئيس التركي في تصريحاته أكد على سعي أنقرة لحماية وحدة الأراضي السورية والعراقية على عكس تلك التنظيمات التي تتبنى نهجاً انفصالياً وتهدد أمن واستقرار كل من العراق وسوريا، بحسب تصريحات الرئيس أردوغان. نجدد الترحاب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من حديث العرب، وعنوانها: العملية العسكرية التركية في الشمالين السوري والعراقي، بين التداعيات والأسباب. ونبدأ بالجانب العسكري سيادة العقيد، بداية وتطور هذه العمليات العسكرية التركية ضد الجماعات المسلحة الإرهابية، كيف بدأت عمليات المخلب القفل بنسختيها؟ وهل حققت ما كان يصبو إليه أو تصبو إليه القيادة التركية حتى تنتقل إلى الاستراتيجية الجديدة المخلب السيف؟
نعم، مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين. بداية دعني أوضح، في أي عملية عسكرية يجب أن تتوفر فيها عدة شروط. الشرط الأول، يجب أن تكون هناك بيئة سياسية متوافقة على القيام بهذه العملية العسكرية. وأعتقد بأن العملية الإرهابية التي جرت في شارع الاستقلال أعطت زخم كبير جدا للحكومة للقيام بمثل هذه العمليات. الأمر الثاني، بأنه يجب أن تكون هناك شرعية قانونية لهذه العملية. وإذا ما جئنا إلى الشرعية القانونية، فنجد بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق لكل تركيا للقيام بعمليات عسكرية لضمان أمن الأمن القومي التركي ولضمان أمن مواطنيها. القضية الثالثة هو توفر القدرات العسكرية، وأنا أعتقد بأن تركيا لديها من القدرات العسكرية ما يمكنها من القيام بهذه العملية العسكرية، حتى ولو رفضت روسيا فتح الأجواء السورية للقيام بمثل هذه العمليات، لأن طائرات F-16 تستطيع ضرب جميع الأهداف التي حددتها تركيا في هذه العملية من الأراضي التركية، وبذلك القدرات العسكرية التركية هي كبيرة جدا، ويمكن لها أن تتم حتى بدون موافقة الدول التي تسيطر على أجزاء واسعة من سوريا. طيب، الأمر الآخر القدرات الاقتصادية، وأنا أعتقد بأن تركيا في الفترة الماضية بعد أن شنت 4 عمليات عسكرية في الشمال السوري أرادت أن تقوم بعملية أخرى باتجاه المنظمات الإرهابية المتواجدة في الشمال السوري، ولكنه لم يكتب لها النجاح في تلك الفترة، وقالوا بأن العملية قد تم تأجيلها إلى شعار آخر. وبهذا تكون تركيا قد استوفت جميع الشروط للقيام بمثل هذه العملية، خصوصا بعد تنفيذ عملية شارع الاستقلال. الأمر الآخر، بأنه الدفاع التركية أعلنت بأن هذه العملية هي أولا تجفيف منابع الإرهاب، ثانيا تأمين الحدود التركية فيما يخص العراق وفيما يخص سوريا، لأنه التنظيمات الإرهابية تتواجد على الشريط الحدودي ويمكن لها أن تقوم بعمليات باتجاه الداخل التركي. يضاف إلى ذلك بأن هذه العملية هي لغرض اجتثاث الإرهاب من جذوره، وذلك بضرب مقرات والأوكار التي يتواجد فيها الإرهابيين داخل الأراضي العراقية وداخل الأراضي السورية. هذا ما مخطط له، ولكن هل سنأتي عليها الآن؟ سأتكلم. نعم، انطلقت العملية العسكرية مخلب السيف. هذه العملية بداية انطلقت بجانبها العسكري الجوي، فكانت هناك بنك أهداف كبير جدا، وصل اليوم إلى أكثر من 500 هدف تم تدميره من قبل الطيران التركي، حيث صرح الرئيس أردوغان بأن هناك أكثر من 70 مقاتلة تركية، وهناك طائرات مسيرة، وهناك مدفعية استخدمت لضرب الأوكار الإرهابيين في الشمال السوري وفي العراق. وليست هي إلا بداية. أبدا، يعني هي بداية، ولكن يعني من المبكر جدا أن نحكم على نتائج هذه العملية العسكرية، لأن لحد هذه اللحظة لم تظهر تصريحات بأنه من قتل بهذه الضربات، ما هي مستودعات الاعتداء التي تم تدميرها، ما هي الكهوف التي تم تدميرها، ما هي الملاجئ أو مراكز القيادة التي تم تدميرها من خلال هذه الضربات. إذن تركيا بدأت بهذه العملية، وهي بحاجة لهذه العملية العسكرية باتجاه الشمال السوري وباتجاه العراق. السؤال كان المخلب القفل إلى المخلب السيف، هذا التطور. نعم، دعني أوضح قضية معينة. دائما عندما تطلق كلمة، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن العمليات العسكرية التي شنتها تركيا مثلا في العراق، دائما العمليات التي شنتها دائما هي عمليات جوية مع بعض العمليات البرية المحدودة في مناطق محددة في العراق. لأن تعرف أنت بأن عملية التوغل في أراضي دولة جارة تحتاج إلى تنسيق مع القوات العراقية في هذا الاتجاه، وكذلك في سوريا. ولكن نتيجة الأوضاع التي مر بها العراق ونتيجة الأوضاع التي تمر بها سوريا الآن، تقريبا هذه العمليات هي واضحة، ضربات جوية مركزة وضربات نوعية على أهداف يتم انتقاها من قبل الاستخبارات التركية. الانتقال من المخلب القفل إلى المخلب السيف، أنا أعتقد بأنه إذا كانت هناك عملية برية، لأن دائما عملية المخلب، يعني في العراق كانت هناك مخلب 1، مخلب 2، مخلب 3، وقبلها كانت عملية الشمس مثلا، عملية الفجر، عملية
عملية المطرقة، عمليات متعددة. نعم، جميعها تقريبا نستطيع أن نقول هي عمليات جوية مع توغل بسيط للقوات البرية تصل إلى 5 كيلومتر وبعض الأمرار إلى 50 كيلومتر خلال الفترة الماضية. نعم. الآن العملية التي تلوح بها تركيا هي عملية جوية بالإضافة إلى يمكن أن تتطور لتكون عملية برية، ولكن لا توجد مؤشرات حقيقية على أن تركيا يمكن أن تبدأ بالعملية البرية، خصوصا وأن هذه العملية تحتاج إلى توافقات أمريكية وإلى توافقات روسية في مسألة الدخول إلى الأراضي السورية. نعم. نتوجه إلى الأستاذ سمير صالحة. والقيادة التركية اتخذت خطوة الاجتياح البري يعني أيضا عن الاستمرار بالقصف بالطائرات، كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ صحيح، مساء الخير للجميع مرة أخرى، شكرا على الاستضافة. طبعا يعني الآن المواقف التركية السياسية والعسكرية الجديدة مرتبطة بجملة من التطورات التي تدفع السلطة السياسية للإعلان عن تمسكها بعملية برية تحديدا في شمال سوريا. النقطة الأساسية هي أنه تركيا تحارب هذه المجموعات الإرهابية سواء كانت موجودة في شمال سوريا أو في شمال العراق. لكن نحن في تركيا نميز بين المشهد أو الحالة الأمنية السياسية في العراق وبين الحالة الأمنية السياسية في شمال سوريا. صحيح أن حرب على مجموعات إرهابية حزب العمال وامتداداته، لكن الظروف الآن في سوريا تختلف عن الظروف الموجودة في شمال العراق. طيب. ارتدادات ومخاطر الوضع القائم في شمال سوريا يختلف عن الوضع القائم في شمال العراق. في شمال سوريا الآن في تهديد مباشر ليس فقط للأمن القومي للأمن الداخلي في تركيا، بل أيضا تهديد بطابع جيو سياسي في التعامل مع الملف السوري تحديدا. طيب. تركيا صحيح أنها نفذت عدة عمليات في شمال سوريا، لكن هذه العمليات كلها تتم في إطار عملية تداخل حسابات على مستوى محلي على مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي. لذلك الآن المشهد بالنسبة لشمال سوريا أنه تركيا عندما تقرر القيام بعملية برية هذه المرة تأخذ بعين الاعتبار مسار هذه العملية، ارتداداتها بشقها الميداني العسكري والسياسي. طيب. تحتاج إلى سياسة نفس طويل في التعامل مع أكثر من لاعب محلي إقليمي ودولي في التعامل مع هذه العملية. الإشكالية هنا أن تركيا ستقصف ستحيد كما تقول بمصطلحاتها، ولكن الإرهاب لا زالت هناك دول تدعم هذا الإرهاب. استمرار الدعم ألا يشكل مواصلة الحرب بين الطرفين؟ يعني من يدعم ولماذا يدعم وما المصالح؟ لذلك قبل قليل أنت محق في السؤال، ولذلك أنا قبل قليل قلت أنه في فصل علينا أن نفصل بين الحالة في شمال العراق وبين الحالة في شمال سوريا. لماذا؟ لأنه الآن مثلا في عنا أزمة ثقة في العلاقة بين تركيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع ملف شمال سوريا. خيارات ترجيح الخطة السياسية الأمريكية تختلف كليا عن الترجيح والخيار الخيارات التركية في شمال سوريا. أولويات واشنطن التمسك بهذه المجموعات الإرهابية ولعب أوراقها حتى النهاية، لكن تركيا تقول أنه هذه المجموعات الآن لا تهدد فقط الأمن القومي التركي، تهدد وحدة سوريا تمسكها وبنيتها. أنا وأنت تبعنا بالأمس كيف صدر بيان الأستانة الأخير، تحذير مباشر للمرة الأولى. بيان الأستانة يتحدث عن مخاطر التجزئة والتفتيت في سوريا، والرسالة مباشرة إلى مجموعات قسد ومسد وغيرها وإلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم هذه المجموعات. في شمال العراق المسألة مختلفة. في شمال العراق عندنا مجموعات إرهابية استفادت من الوضع القائم هناك، ذهبت إلى جبال قندير وسنجار، تحاول من هناك أن تستهدف تركيا بشكل أو بآخر. لذلك لعبة التوازنات مختلفة. بالعودة إلى السؤال الذي طرحته أدم، لن أطيل، عندما تحدثنا عن قرار تركيا الجديد للقيام بعملية برية، في عند تركيا أكثر من مسند
كما أشرت قبل قليل أيضا قانوني سياسي ميداني عسكري إنساني يدفعها إلى التحرك والتعامل مع هذه المجموعات. نعم. لكن في نقطة أيضا في غاية الأهمية، ارتدادات هذه العملية ومخاطرها ينبغي أن نأخذها دائما بعين الاعتبار. نعم. لماذا؟ لأنه سيناريو من عندي مثلا، ما الذي سيحدث إذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية التمسك بهذا الحليف المحلي هذه المجموعات الإرهابية حتى النهاية وأصرت على قطع الطريق على العملية العسكرية التركية؟ يعني هذا الخطر سيبقى قائم، نقطة أولى. نقطة ثانية، أمريكا كما تعرف أنت أيضا ويعرف ضيفيك، نعم، هذه المجموعات الآن تحاول أن تلعب ورقات داعش في شمال سوريا تحديدا ضد تركيا. بوجه آخر، إبقاء هذه الورقة بيد هذه المجموعات هو قرار أمريكي بالدرجة الأساسية. أمريكا تتعمد أن تستفيد من ورقة داعش لإبقاء هذه المجموعات على قيد الحياة، لتزويدها الدائم بالسلاح والعتاد، وللعب ورقتها على يستمر ذريعة بقاء القوات الأمريكية. والنقطة الأهم أيضا هي محاولة المقايضة والمساومة عبر ورقة داعش وعبر ورقة قسد بإطار مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. طيب، نتوجه إلى الأستاذ ياسر النجار وحول الوضع السوري وهذه التنظيمات. بداية نرحب بكم معنا من جديد. التنظيمات هذه التي تنتشر في سوريا وتشكل خطر على الأمن التركي، من الذي يرعى هذه الجماعات في سوريا وما الاستفادة منها إذا كان النظام؟ مساء الخير لكم ولضيفيكم ولمشاهديكم أيضا. يعني أعتقد أن قضية علاقة النظام مع التنظيمات الإرهابية هي قضية قديمة حديثة يتم استثمارها واستغلالها من قبل النظام السوري منذ فترة طويلة. النظام السوري الذي ورث النظام الاستخباراتي عن والده، أتكلم عن النظام حافظ الأسد البائد، هو الذي كان يعني من زرع العلاقات سواء مع التنظيمات الإرهابية المتطرفة على المنحى الديني أو مع التنظيمات أو تنظيم البيكاكا على وجه التحديد. أعتقد أن الجميع يعلم أنه منذ أوائل الثمانينيات كان حافظ الأسد يستضيف عبد الله أوجلان من هو منظر هذا التنظيم الإرهابي، وهو الذي كان يرعى عمليات التدريب أيضا في مناطق في لبنان. إذن بالمجمل قضية البيكاكا هي ورقة لعب كان تستغلها أو يستغلها النظام حافظ الأسد من أجل الضغط على تركيا ومن أجل خلق نوع من التوازن بقناعته، كون أن النظام السوري كان فاشلا عسكريا ويخشى من قوة وقدرات النظام التركي وقوات الجيش التركي، وبالتالي كان يسعى في قضايا أمنية بشكل أكبر. ما الأهداف كانت وراء هذا الضغط على تركيا؟ يعني أعتقد أن يعني عمليات التسلل التي كان يقوم بها تنظيم البيكاكا من الأراضي السورية لم تنتهي حتى نهاية التسعينيات، وكان قرار تركيا في آنها أنه يجب أن يكون هناك اجتثاث لهذه المعسكرات التدريبية والعمليات التسلل، وبالتالي كان هناك نقطة فاصلة تجلت في اتفاقية ما يعرف باتفاقية أضنة 1998، سمحت من خلالها هذه الاتفاقية لقوات الجيش التركي بأن تدخل وتراحق أفول أو فلول الإرهابيين البكاكا حتى في العمق السوري ولمسافة بضعة كيلومترات. إذن بالنتيجة أعتقد أن النظام السوري يعني يجيد التعامل مع التنظيمات الإرهابية، وهذا أيضا ما وجدناه مع التنظيمات الإرهابية الإسلامية كما من المفترض يجري استغلالها. بالنتيجة أنا أريد أن أقول أن سوريا ابتليت بتنظيمين يعمل بقضية ارتزاق أكثر مما هو يعني الواجهة هي واجهة أيديولوجية، إما قضية الدولة الكردية كما يدعي النظام تنظيم البيكاكا أو قضية الدولة الإسلامية كما تدعي داعش وما شابه. ولكن النتيجة وجدنا أن كل هذين التنظيمين هما أدوات ارتزاق يتعاملان مع أكثر من دولة. نجد أن تنظيم داعش له علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، له علاقات مع إيران، وله علاقات مع نظام الأسد. ونجد أيضا أن تنظيم البيكاكا من خلال زراعه السوري البيدي له أيضا علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو لا يخفي علاقته مع النظام حتى هذه اللحظة، وحالة الود والتخاطب المستمر ما بين تنظيم قيادات جبل قنديل ونظام بشار الأسد، وأيضا لهما علاقات مع إيران. إذن بالنتيجة ولكن يسعى ولكن أستاذ ياسر، النزعة الانفصالية والخطورة على وحدة سوريا ألا يشكل مخاطر أو مخاوف عند النظام السوري باستمرار دعمه إلى هذه التنظيمات؟
يعني منذ نشأة البيكاكا كان جل همه عملية التفكيك التي تحصل في الأراضي التركية، ونعلم أن قيادة البيكاكا هي قيادات جبل قنديل وهي قيادات تركية، أما تشكيل خطر على الأراضي السورية فأظن أن النظام الأمني في سوريا يجيد التعامل مع هذا التنظيم ويستغله بالشكل الأمثل، على عكس الحالة الديمقراطية في تركيا التي تفسح المجال لحالة تعددية حزبية، وبالتالي يسعى هذا التنظيم من خلال سيطرة القانون في تركيا على أن يتسلل ويحدث نوع من الاختراقات. أما في سوريا فلا وجود للقانون، وإنما هي دولة الاستخبارات، وبالتالي هذا التنظيم يعلم حدوده، وهو كما ذكرت منذ البداية هو ورقة لعب على طاولة المفاوضات السورية التركية، وليس يشكل يعني لم يشكل يوما ما أي خطر إلا في لحظة ضعف النظام السوري ومنذ انطلاق الثورة السورية، حيث عرض خدماته وشأنه وشأن كما ذكرت أنه تنظيم مرتزق، عرض خدماته على الولايات المتحدة الأمريكية، يعرض خدماته أيضا على روسيا وإيران. نعم. وهذا ما وجدنا رعاية هذا التنظيم من خلال مثلا مناطق عفرين كانت تحت الرعاية الروسية، اليوم في تل رفعت تحت رعاية إيران، وأيضا في مناطق الشرق الحسكة أو شمال شرق سوريا تحت الرعاية الأمريكية ورعاية النظام ورعاية إيران أيضا. إذا بالنتيجة هذا التنظيم خلق من أجل الضغط على الدولة التركية أكثر بكثير من أن يكون له أجندة كما يدعي إيجاد دولة أو ما شابه. أنا أرى أن هذا التنظيم يتم استغلال من خلال الأخوة الأكراد، ولكن بالنتيجة هذا التنظيم لا يسعى إلى دولة كردية، والدليل أنه الآن يسيطر على أراضي في سوريا، حتى يعني الأخوة الأكراد لا يدعون أن هذه الأراضي يوجد فيها تواجد كردي، أتكلم على دير الزور، أتكلم على الرقة، حتى تل رفعت نفسها، هذه مناطق ذات أغلبية أو مطلقة عربية. إذن هذا التنظيم تحول بعد أن استغل علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى يعني عملية احتلالات في ضمن الأراضي السورية وتحت القيادة جبال قنديل التركية. بالنتيجة هذا التنظيم الكردي الذي يحاول أن يقدم نفسه أمام الأكراد على أنه يمثل مشروع دولة هو تنظيم مرتزق بيد الدول الكبرى، وهو يستفيد من ذلك فقط على مكاسب مادية. نعم. ومكاسب أسلحة فقط. عسكرية. نعم. مشاهدينا حديث العرب متواصل، ولكن بعد فاصل قصير. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبدا بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. نرحب بكم مجددا مشاهدينا في حلقة اليوم من حديث العرب، والعنوان: العملية العسكرية التركية في الشمالين السوري والعراقي، بين الأسباب والتداعيات. ونعود سيادة العقيد إلى الجانب العسكري، هل المساحة ستقتصر على مناطق تل رفعت من بج عين العرب، أم هذه ستكون نقطة انطلاق وسيكون بعدها أحداثيات أخرى؟ وهل في خطة القيادة التركية القضاء تماما على التنظيمات الإرهابية PKK وBG سواء في العراق أم في سوريا، أم ستحد فقط من نشاطاتها ومن خاطرها على أم تركيا؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه لماذا تكتسب الساحة السورية أهمية على الساحة العراقية بالنسبة لتركيا؟ أولا، طول الحدود التي تربط ما بين تركيا وبين سوريا هي طويلة جدا، تصل إلى أكثر من 911 كيلومتر، بينما بالعراق لا تتجاوز تقريبا 367 كيلومتر، يعني أكثر من 3 أضعاف بالضبط. يعني
هذا أولا. المسألة الأخرى يعني بأنه لو جئنا إلى بأنه العراق الآن هناك نستطيع أن نقول تزامن في الهجمات التي تنفذ في العراق مثلا. يعني إيران الآن تقوم أيضا بقصف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على الشمال العراق. نعم. وطبعا تركيا في الفترة الماضية أيضا قبل أن تكون هذه العملية أيضا قصفت الكثير من الأهداف في ولكن أهداف في 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 الجبال وفي معاقل فقط حسب العمال. نعم. المشكلة بأنه في العراق بأن النظام السياسي عندما يفقد القدرة في السيطرة على جميع الأراضي العراقية وتتحول هذه الأراضي إلى أوكار لمنظمات إرهابية لابد لهذه الدول أن تقوم بالدفاع عن أمنها القومي. نعم. فتقوم بشن مثل هذه العمليات العسكرية. تركيا في الفترة الماضية عرضت على العراق عدة خيارات. إما أن تقوم باستيصال هذه الجماعات وإبعادها عن الحدود التركية بشكل كبير، أو أنكم نقوم بعملية مشتركة ما بين تركيا وما بين القوات العراقية لإنهاء تهديد هذه الجماعات المسلحة، وإما أن تقوم تركيا بعملية عسكرية لأن هذه الجماعات بدأت تهدد بشكل مباشر الأمن القومي التركي. ولكن عدم استجابة القيادة العراقية لهذه الشروط جعل تركيا تتفرد في القرار العسكري وتقوم بإجراءات لكبح جماح هذه المنظمات الإرهابية التي بدأت تتمدد على الأراضي العراقية، فأصبحت سنجار الآن هي قنديل أخرى ويمكن أن تتمدد في مناطق أخرى، خصوصا وأنها تنسق مع ميليشيات الحشد الشعبي بحيث أصبحت لها صفة رسمية في إدارة وقيادة المدينة. هذا رغم انكار حق القوات او السلطات في العراق. نعم. في بغداد. بالنسبه لايران طبعا هذه القضيه اثارت على تركيا ضجه كبيره جدا. وكانت هناك شكوى الى الامم المتحده الى مجلس الامن. نعم. في مساله القصف التركي، ولكن عندما قصفت ايران واستخدمت القوة المفرطة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية لم نجد الرد الفعل من قبل القيادة العراقية على 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 إيران مثل ما كان على تركيا. وهذا يعني البرلمان العربي حنان الفتلاوي رفضت اتهام إيران بالاعتداء. نعم. وهذه واضحة في الإعلام، يعني عندما كانت في مجلس البرلمانات العربية رفضت هذه القضية بشكل كبير جدا، وهذا يعطي الدلالة على الازدواجية في التعامل ما بين الملفات. يضاف إلى ذلك بأنه إيران الآن تقول بأنه لديها عدة شروط وقف العملية العسكرية في شمال العراق. وتركيا أيضا الآن تقول لدي عدة أمور آني لوقف العمليات العسكرية. الآن اجتمعت القيادة العراقية في يوم الأربعاء. نعم. وقررت نشر قيادة قوات الحدود على المنطقة أو الخط الصفري ما بين العراق وتركيا وبين العراق وإيران، وقدمت دعم لوجستي وما إلى ذلك وآليات لغرض ضبط الحدود، وأعطت أيضا مناورة بالموارد والقدرات البشرية لغرض ضبط المخافر الحدودية في هذه المنطقة. طيب. ولكن لو جئنا إلى حقيقة الأمر، يمكن ضبط الحدود في العراق أصلا يعني نجد بأن التهديد الذي جاء إلى شمال كردستان هو تهديد جوي. يعني عندما تنشر أنت يعني قيادة قوات حدود غير مدربة ولا تمتلك من القدرات ما يمكنها من مراقبة المنطقة بشكل صحيح. نعم. إذن أنت لم تفعل شيء لهذه المنظمات، يعني هذه المنظمات أقوى بكثير من القوات التي تأتي بها لمسك شريط حدود ومتجذرة منذ عشرات السنين. فلذلك هذه القضية لن تنتهي لا في العراق ولا في سوريا، لأنه طالما أنه ليست هنا، يعني الآن حتى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ماذا تقول؟ تقول بأن هذه نتفهم المخاوف التركية وأن هذا هو إرهاب بالنسبة لتركيا، يعني ينفذ على أراضيها، ولكن بنفس الوقت تدعو إلى عدم التصعيد، وأن هذه القضية تؤثر على مسألة مقاومة الإرهاب ومقاومة مقاتلة تنظيم الدولة في الشمال السوري. يعني ازدواجية في التعامل. هي تدعو في فنلندا يمثل الإرهاب وليس التنظيمات هذه تمثل الإرهاب والمخاطر ضد المدنيين. أبدا. تدعو فنلندا والسويد إلى التعاون مع تركيا، وبنفس الوقت هي تقدم الدعم في تناقض واضح إلى الجماعات المسلحة المتواجدة في الشمال السوري. إذن عندما نأتي إلى حقيقة الموقف الأمريكي من هذه القضية بأنه هل الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلاً لجم هذه المنظمات، نقول بأنه تركيا الآن تقول لابد لنا من التشاور مع الشركاء ومع الحلفاء. الشركاء تقصد تركيا، والحلفاء تقصد قوات سوريا الديمقراطية للتوصل إلى ترتيبات معينة. ما هذه الترتيبات الآن؟ يعني هناك بعض النقاط التي يمكن أن يشار إليها في هذه القضية. نعم. بأنه يجب نزع سلاح الميليشيات لمسافة 30 كيلومتر بالنسبة لتركيا في الشمال. طيب. السوري. هذا أولا. المسألة الثانية، يجب أن تسلم قيادة قسد المشتركين بالعملية التي جرت في شارع الاستقلال والتي كانوا لهم الرؤوس المدبرة في هذه العملية. النقطة الأخرى، يجب أن تكون هناك نقاط مراقبة إما مستقلة أو مشتركة مع قوات التحالف الدولي، ويجب أن تسلم قيادة الحدود في الشمال السوري إلى النظام السوري، خصوصا وأن هناك تقارب الآن. نعم. تركي سوري في هذه القضية، ويمكن لروسيا أن تلعب دور كبير جدا في هذه القضية.
طيب. الآن إيران أيضا تضع شروط كثيرة من ضمنها بأنه يجب نزع سلاح الميليشيات المتواجدة في شمال العراق والتي تعود لأحزاب كردية. يضاف إلى ذلك بأن قوات الحدود يجب أن تمسك الشريط الحدودي ما بين العراق وما بين إيران. نعم. وتضع أيضا حدود يعني شروط أخرى على العراق لا تستطيع القيادة العراقية تحقيقها في هذه الفترة. فنرى بأن هناك تناقض كبير جدا في مسألة الطلبات التي تقدمها إيران. يضاف إلى ذلك بأن هناك تناقض في الموقف الأمريكي في التعامل مع قوات قسد الديمقراطية وفي هذه الملفات الشائكة في الشمال السوري. طيب نتوجه إلى الأستاذ سمير ونسأل، بما أنه طرح سيادة العقيد الموقف الأمريكي، سنتناول موقف روسيا وأمريكا من العملية. روسيا تدعو للبحث إلى حل سلمي للقضية الكردية للحفاظ على أرواح المدنيين، وكأن الطائرة الروسية مع النظام لا تقصف المدنيين وتوقع عشرات القتلى في كل يوم. أيضا أمريكا تريد، أو عن طريق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس يقول أو يدعو إلى وقف التصعيد في سوريا حماية المدنيين. كيف ترى موقف روسيا وأمريكا من هذه العملية؟ نعم، في نقطة أولى أساسية، أنه الآن التحرك التركي طبعاً سيأخذ بعين الاعتبار لعبة التوازنات والنفوذ الأمريكي الروسي في التعامل مع الملف السوري ككل. لكن في حقيقة أخرى بالنسبة لأنقرة أهم بكثير، أنه نعم دوافع وأسباب العملية البرية المرتقبة تختلف عن الدوافع والأسباب التقليدية التي كنا نناقشها في العمليات العسكرية التركية السابقة التي جرت في شمال سوريا. يعني تطور الأعمال الإرهابية أدى إلى تطور رد الفعل. نقطة أولى مهمة تشير إليها. النقطة الأهم من كل ذلك أنه هذه العملية العسكرية الآن التي تريدها تركيا تريد معها تحرك سياسي حقيقي باتجاه التسوية في التعامل مع الملف السوري. بمعنى بشكل مركز أكثر، إنه هذه العملية العسكرية التركية التي تريد القيام بها أنقرة لم تعد مسألة إبعاد هذه المجموعات الإرهابية عن المناطق الحدودية تكفي أنقرة أو ترضيها، لأنه خطر هذه المجموعات الإرهابية سيبقى موجود، لأنها جربت على مدى السنوات ولم تصل إلى نتيجة. هذه أيضا مسألة مهمة. مشروع هذه المجموعات الإرهابية في سوريا الآن، وكل هذا الدعم الأمريكي يؤكد أنه واشنطن لا تلعب ورقة هذه المجموعات باتجاه محاربة مجموعات إرهابية أخرى، بل بهدف تثبيت وتكريس نفوذ هذه المجموعات لتجيره إلى ورقة سياسية في شكل خارطة سوريا السياسية والدستورية الجديدة. لذلك الآن الطرح التركي كما قلت لك هذه المرة يختلف تماما عن المرات السابقة. رأيي الشخصي طبعا هذا. نعم، في نقطة أيضا مهمة، ولهذا رفضت تركيا تعزية الولايات المتحدة في ضحايا تقسيم. الأهم من كل ذلك، لهذا نرى هذا الحوار التركي الجديد مع دمشق على مستوى أجهزة الاستخبارات، ونرى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتجاه أنه في السياسة لا يوجد ثوابت دائما وتلزم هذه الثوابت الدول. المصالح مهمة، العلاقات أيضا بين دول الجوار مهمة كما قال الرئيس أردوغان. نعم. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه طبعا أنقرة لن تذهب صباح الغد باتجاه المصالحة مع النظام في دمشق، بل ستذهب ربما باتجاه صناعة مصالح مشتركة مع النظام باتجاه أولاً إخراج هذه المجموعات الإرهابية من المشهد في سوريا، لأنه حجم خطورة مشروعها لا يرتبط فقط بالدعم الأمريكي بالسلاح الأمريكي. هذه المجموعات عندها ولا يقل عن داعش. صحيح، هذه المجموعات اليوم عندها عشرات الألاف من المقاتلين، من الشرطة المدنية داخل المدن، من الموظفين الذين 40,000 موظف تقريبا تمولهم الولايات المتحدة الأمريكية بالمال، تدفع رواتبهم. لذلك المشروع مختلف تماما هذه المرة بالنسبة لأمريكا، لذلك الرد التركي مغاير ومختلف عن المرات السابقة على حسب التعاطي مع أرض الواقع. باختصار الآن الهدف التركي كما قلت لك هو على ضوء هذه العملية العسكرية البرية تسريع التسوية السياسية التي وصلت إلى
انسداد. قبل قليل أنت سألت عن روسيا موقعها ودورها باختصار. أظن أنه لا لست متأكد بعد نعم. لكن أنا رأيي الشخصي أنه في أيضا دعم روسي لهذه العملية العسكرية البرية في إطار امتدادها تمددها امتدادها السياسي والخطة السياسية في المرحلة المقبلة في التعامل مع الملف السوري. وهذه النقطة الآن تغضب واشنطن وتقلقها، لأنه تشعر واشنطن الآن أنه العملية العسكرية التركية لها أكثر من بعد، أكثر من أهداف، وأكثر من تحرك في التعامل مع هذا الملف. طيب نتوجه إلى الأستاذ ياسر ونسأل عن الداخل السوري، كيف تتعامل هذه التنظيمات الإرهابية مع المدنيين في الداخل السوري، وخصوصا أنها سيطرت على المناطق والمدن التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش وأصبحت اليوم تحت سيطرة هذه التنظيمات، كيف تتعامل مع الناس، وهل أصبحت بديل أفضل من داعش بالنسبة للمدنيين؟ يعني أعتقد أن الحال الذي يعاني منه أهلنا المتواجدون تحت يعني مناطق شمال شرق سوريا، سواء في مرحلة فترة سيطرة داعش أو اليوم في مرحلة سيطرة ما يعرف بقوات أو منظمة البي دي أو الي بي جي، الزراع السوري للبيكيكا، نعم. هؤلاء المدنيين يعني في حالة أكثر من المعاناة من أماكن أخرى في سوريا، سواء في مناطق شمال غرب سوريا أو في مناطق سيطرة ما يعرف بنفوذ النظام وحتى الفاشلة والتي يتواجد فيها ميليشيات إيرانية وتعيس فيها فسادا. ولكن المشكلة أن سواء التنظيم داعش أو تنظيم البيكاكا هو تنظيم يعني الغاية لديهم ليس أن يكون هناك حالة مدنية، حالة من العدل أو حالة من لا، كل ما أهمهم أن يسيطروا على موارد هذه المنطقة، أن يستغلوا موارد هذه المنطقة بشكل منفرد، يعني بشكل تنظيمات، يعني بطرق مافياوية أكثر منه بطرق أنهم يريدون أن يكونوا إدارة لهذه المنطقة. هذا ما وجدناه في حالة داعش التي كانت جل اهتمامها أن يعني تطبق قوانينها الخاصة في جباية الأموال، وفي حالة أيضا وجود ما يعرف تنظيم البي دي الذي الآن جل اهتمامه الآن حالة من التغيير الديمغرافي من أجل أن يستمر فترة أطول ويشكل نوع من الكوادر وحالة الولاءات لبعض أفراد يعني الصغيرة من العمر، والذين يعني يتم عملية مسح الأدمغة وغسل الأدمغة عليهم. وأيضا ظني أن استغلال الثروات في منطقة غنية، أتكلم عن مناطق شمال شرق سوريا، نعم. الغنية من حيث الثروات الباطنية النفط الغاز، وأيضا من حيث الثروات الزراعية والماء، كل هذه الثروات الآن يقتصر يعني وارداتها فقط على هذا التنظيم الإرهابي الذي يمد يعني قياداته في قنديل بكل هذه الأموال. إذن بالنتيجة الولايات المتحدة الأمريكية تضخ الأسلحة، هذا التنظيم يستغل واجهة مدنية شكلية يضحك بها على يعني أهالي المنطقة من أجل جباية الأموال، وكل هذه الأموال تشحن مع هذه الأسلحة، تشحن مع هذه الثروات، تشحن إلى مناطق تختص بها، مناطق يعني يعرف فيها سيطرة جبال قنديل. إذن بالنتيجة جبال قنديل تعتبر أن هذه المنطقة بقرة حلابة لها، وبالتالي هم حريصون على استمرار العمل العسكري، حريصون على أن يقدموا خدماتهم لأكثر من دولة من أجل إبقاء مشروعهم الذي يؤمن لهم هذه العملية من الارتزاق. وأيضا لديهم أجندة واضحة يقدمون فيها رسالة بأنهم يمكن أن يكونوا شوكة في خاصرة تركيا لمن يريد، سواء كانت إسرائيل لديها مخططات، نعم. إيران لديها أوراق لعب تريد أن تضغط على تركيا، روسيا نفسها استغلت هذا الأمر، وأيضا النظام ظني الآن أن العمل العسكري الذي تريد به تركيا أن تجتث هؤلاء من أن يشكلوا أي خطر على الحدود التركية سيقف أمامه بعض الدول التي ترى أن بقاء هذا التنظيم مصلحة من أجل الضغط على تركيا في مشاريع ثانية خارج، ربما تكون خارج سوريا. هذا ما وجدناه من مستوى إسرائيل أو من بعض الدول الأخرى. أستاذ ياسر، أيضا بالحديث عن إيران والميليشيات وتأثيرها وخطرها في الداخل السوري، اليوم إيران تحارب بل تضرب المعارضة الكردية التي تعارض إيران في العراق، ولكنها تدعم المعارضة الكردية في خارج أراضي تركيا، لماذا هذا الموقف المزدوج والمتناقض؟ يعني أعتقد أن إيران
تتعامل مع هذه القضية من باب المصلحية. هي ترى الآن أن ما قبل أحداث تقسيم أن الجميع يركز أو يوجه الأنظار حول قضايا إيران الداخلية والتظاهرات وحالة الاستنفار التي تحدث والانتهاكات على مستوى حقوق الإنسان ويعني الممارسات السيئة التي يقوم بها هذا النظام، وهي أيضا ترى أن التحركات في مناطق الحدودية مع العراق في مناطق السليمانية هناك معارضة إيرانية سابقة تستثمر يعني في مجال الضغط السياسي على النظام الملالي نظام ولاية الفقيه. أرادت إيران بهذه اللحظة أن تغير توجيه البوصلة، هي تريد أن تقول هناك مناطق أخرى مشتعلة، لماذا لا تشتتون أنظاركم عن تركيا عن إيران وتوجهونها إلى أماكن أخرى؟ فكانت أحداث تقسيم مصلحة إيرانية، وكان أحداث الآن العملية العسكرية وحالة الضغط من خلال مناطق الرفعات هي أيضا مصلحة إيرانية أراها. لذلك أنا أرى أن إيران التي تتواجد في مناطق نبل والزهراء وهي على بضعة كيلومترات عن تل رفعت هي التي تسيطر عمليا على تنظيم البيكاكا الذي يدير منطقة تل رفعت. نعم مشاهدينا اسمحوا لنا أن نأخذ فاصل قصير وحديث العرب التواصل معكم. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشربه. وقف التصوير. من جديد أهلا بكم مشاهدينا في حلقة اليوم من حديث العرب، والعنوان العملية العسكرية التركية في الشمالين السوري والعراقي بين الأسباب والتداعيات. والسؤال إلى سيادة العقيد، ما هي المساحة التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية سواء في سوريا والعراق، وهل تخدمها الجغرافيا في العراق في الاستمرار في هذه حرب الاستنزاف كما كانت في حرب العصاة في الثمانينيات؟ نعم، لا شك بأن الجماعات المسلحة في سوريا تسيطر على ما يقارب 26% اللي هي قوات أسد الديمقراطية، وتسيطر في هذه المنطقة على 80% تقريبا من الموارد الاقتصادية بما فيها آبار النفط والغاز في هذه المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤمن الحماية لهذه القوات. نعم، ولكن لو جئنا بسؤال بسيط، يعني مسألة أنه هل يمكن أن تكون هناك عملية عسكرية برية في الوقت القريب؟ أنا أعتقد بأنه في الوقت القريب لن تكون هناك عملية برية تركية، لأنها تحتاج إلى توافقات، وهذه التوافقات يجب أن تكون مع روسيا، علما أن روسيا فتحت الأجواء السورية أمام الطائرات التركية في هذه العملية لغرض قصف مواقع قوات أسد الديمقراطية. نعم، ولكنها بنفس الوقت يعني توصي بأنه لا تكون هناك عملية عسكرية، وتوصي بضبط النفس في قضية استخدام القوة المفرطة في الشمال السوري. الولايات المتحدة الأمريكية الآن هناك اتصالات مكثفة ما بين رئيس أركان الجيش الأمريكي وما بين رئاسة الأركان التركية في مسألة العملية العسكرية التي يمكن أن تكون في الشمال السوري، وبالتالي أنا أعتقد بأنها تخضع لموازنات صعبة في مسألة العملية العسكرية وحدود هذه العملية العسكرية، علما بأن الرئيس أردوغان تكلم بأنه التوغل للطائرات وصل إلى 140 كيلومتر في الأراضي العراقية وما يقارب أكثر من 30 كيلومتر في الأراضي السورية. أما في العراق فأنا أعتقد بأنه القوات حزب العمال الكردستاني تسيطر على مناطق محددة في سنجار ومناطق أخرى في قنديل وأسوس ومناطق أخرى في المناطق الجبلية الوعرة. هذه المنطقة تؤمن الحماية، تؤمن
من الاختفاء بشكل كبير جدا لهذه التنظيمات مما يصعب أي عملية عسكرية يمكن أن تنطلق لاجتثاث هذه التنظيمات في شمال العراق. وبالتالي يمكن معالجة هذه القضية، ولكن يجب أن يكون هناك تنسيق حقيقي من قبل القوات الحكومية في بغداد لغرض اجتثاث هذه التنظيمات الإرهابية في العراق، لأنه من إن كانت تريد أن تقضي عليه بالضبط يعني. وأعتقد بأنه إذا كانت هناك عملية عسكرية في سوريا فستخضع هذه القضية إلى اتفاقية أضنة التي تسمح للقوات التركية بالاندفاع إلى مسافة أكثر من 30 كيلومتر. نعم. وأيضا في العراق يمكن أن يلجون إلى اتفاقية أنقرة التي تسمح أيضا بمهاجمة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديد للأمن القومي التركي. نعم. أستاذ سمير، أيضا السؤال هنا، كيف تقيم القيادة التركية موقف الحكومتين في العراق وسوريا من ناحية تعاملها مع هذه التنظيمات الإرهابية؟ وخصوصا هناك حديث أيضا عن أنه الحكومة في بغداد، هناك حديث أنها تعطي رواتب حتى لتنظيم PKK عن طريق الميليشيات، ميليشيات الحشد. مع الأسف، مع الأسف مثل هذه المعلومات نناقشها أيضا في الداخل التركي. يعني يعني سواء كان الإخوة في العراق أو في سوريا، في عندنا مشكلة أنه يعني يتذرعون بأنه في فراغ أمني، فراغ سياسي لا يمكن ضبطه في البلدين. نعم. وهذا الطرح لا تقبل به أنقرة. لماذا؟ لأنه تحت ذريعة وجود فراغ أمني أو سياسي وصعوبة الوصول إلى جبال وعيرة والقضاء على هذه المجموعات الإرهابية، نرى هذه المجموعات تقوى وتنشط وتستفيد من هذه، من حالة الفراغ هذه لتواصل عملياتها ضد الأراضي التركية. كما أشار ضيفة قبل قليل، أنقرة قدمت أكثر من صيغة، أكثر من عرض إلى بغداد، وقدمته أيضا إلى الجانب السوري قبل الثورة في سوريا، لكن مع الأسف لم نرى أي تنسيق حقيقي باتجاه على الأرض باتجاه القضاء على هذه المجموعات. العكس كان الصحيح. نحن قلنا للإخوة في بغداد أكثر من عرض باتجاه الحسم المسألة. الجواب جاء، لم يأتي من السلطة السياسية في بغداد، الجواب جاء من مجموعات الحشد الشعبي التي قالت لنا أنه إذا ما واصلت تركيا عملياتها العسكرية في شمال العراق فإن قوات الحشد الشعبي ستتحرك إلى المناطق الحدودية لمحاربة القوات التركية. مجموعات الحشد الشعبي لا تقول لنا أنها ستتحرك إلى شمال العراق لتحريره من هذه المجموعات الإرهابية، بالعكس تذهب لمحاربة ومقاتلة القوات التركية. لذلك أنا أتفق تماما مع ما يقوله ضيفك، يعني إرسال القوات إلى المناطق الحدودية هذه خطوة ترحب بها تركيا، لا اعتراض. نعم. الاعتراض أنه هذه القوات ستأتي إلى المناطق الحدودية لكن هذه المجموعات الإرهابية ستبقى محمية عبر هذه الآن الصيغة الحدودية الجديدة. نعم. وتمارس نشاطاتها داخل الحدود. نعم. العراقية. في آخر سؤال إلى أستاذ ياسر في دقيقتين لو سمحت، كيف سيكون وضع المدنيين على الحدود بين سوريا وتركيا في المخيمات الرسمية وغير الرسمية؟ ألا يخشى أن يوصد آخر باب في وجه النازحين واللاجئين في حال بدأت هذه العملية البرية؟ وهل من الممكن أن تكون هذه العملية التي جرت في تقسيم، من الممكن أن تكون ضمن أهداف التنظيمات لإحداث تغيير ديموغرافي والقضاء على النازحين؟ يعني سبقا لهذه العملية إذا ما تمت، عمليات سلاس قامت بها تركيا لن تشكل خطرا حقيقيا على المدنيين. هناك حرفنة عسكرية تركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قاموا بثلاث عمليات يعني سابقة، وأظن أن عملية غصن الزيتون يعني أعطت مساحة اطمئنان واستقرار للعمل العسكري المتوازن. لذلك أنا أعتقد أنه لا يوجد هناك مخاطر على المدنيين بشكل مباشر، وإن كان في البداية سيكون هناك نزوح ولكن العودة ستكون متسارعة. وأظن وأعتقد أيضا أن أهالي هذه المنطقة يقدرون مثل هذا التدخل العسكري على حساب أنهم سينتهون من سيطرة هذا التنظيم الإرهابي عليهم واستغلال ويعني مواردهم وعملية سرقة
سرقة أموالهم. لذلك أنا أعتقد أن الدولة التركية لديها الآن يعني مصلحة ولديها الفرصة أيضا، أولا سياسيا أمام روسيا التي لا تستطيع أن تضغط بشكل كبير على العلاقة ما بين تركيا وروسيا، التركية التي تقدم خدمات كبيرة الآن على مستوى روسيا المحاصرة، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تقدر الأداء السياسي للدولة التركية في قضايا في الإقليم. ظني أن إيران الآن منشغلة بنفسها ولديها مشاكل داخلية، وأيضا الحاضنة المجتمعية في سوريا ترى في هذا المشروع مشروع مخلص من هذا التنظيم الإرهابي الذي يستغل موارد السوريين ويهرب هذه الأموال لتنظيم إرهابي في جبال قنديل. نشكركم الشكر الجزيل ضيوفنا في حلقة اليوم، العملية العسكرية التركية في الشمالين السوري والعراقي بين الأسباب والتداعيات. نشكر ضيافنا العقيد الركن حاتم الفلاحي، باحث في وحدة الدراسات الاستراتيجية رسام، شكرا جزيلا لك. أيضا نشكر الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، شكرا لحضورك معنا. وعبر الـSNG الأستاذ ياسر النجار المختص بالشأن السوري، شكرا لضيوفنا جميعا، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نلتقي في حلقات أخرى، إلى اللقاء.